اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صدى الشارع، معي ومع الزميل جمال البنا. اهلا وسهلا. اهلا بكم. زي ما نوهنا الحلقه السابقه عن وجود شخصيه مهمه، معنا اليوم شخصيه ذات طابع عسكري من الطراز الاول، شخصيه ذو علم ذو خبره، سافر اكثر من 35 دوله في مهام رسميه، تولى العديد من المناصب منها رئيس أركان حرب الجيش الثاني الميداني ورئيس أركان حرب الجيش الثالث الميداني، مدير كلية القادة والأركان، محافظ الوادي الجديد الأسبق. معنا اليوم اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار أمين عام جامعة الدول العربية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا زميلي. أهلا بحضرتك. منورنا يا فندم. منور حضرتك. متشكرين جدا جدا. مبدئيا عايزين نعرف منصب حضرتك كمستشار امين عام جامعه الدول العربيه للشؤون العسكريه، عايزين نعرف ايه المنصب، اهميته ايه، دور المنصب. بدايه طبعا انا بشكر على هذه الاستضافه النهارده، ونتمنى ان شاء الله ان الساده المشاهدين يعني نرضيهم ونقول اللي جوانا ليهم باذن الله، ونوعدهم ان كل كلمه هنقولها ان شاء الله هيكون صادقه باذن الله. موضوع طبعا جامعه الدول العربيه طبعا هي يمكن من اقدم المنظمات او اقدم منظمه اقليميه دوليه موجوده في المنطقه للدول العربيه. انشات في 22 او ميثاقها وقع في 22 مارس 1945، وكان المؤسسين ليها عدد 7 دول عربيه طبعا على راسهم مصر الحبيبه. ثم اصبحت دلوقتي 22 دوله عربيه. وطبعا هي اقدم من منظمه الامم المتحده، فده شيء احنا نفخر بيه كعرب. بيتمثل في جامعه الدول العربيه هي الاراده السياسيه او الاراده الشعبيه العربيه ان يكون لهم كيان سياسي يجمع كلمه العرب في كلمه واحده. موضوع الناحيه العسكريه في جامعه الدول العربيه، كلنا نعلم ان الآليات الدولة أو أدوات الدولة، القوى الشاملة في الدولة أو القوى الفاعلة، اللي هي أي دولة عشان تحقق أمنها القومي لابد أن يتوفر لها آليات، هي الآلية السياسية، الآلية العسكرية، الآلية الاقتصادية، الآلية الثقافية والإعلامية. أي دولة تمتلك هذه المقومات هي إذن قادرة على صيانة أمنها القومي. عشان كده الناحية العسكرية لها دور كبير جدا، هي الوجه أو هي والناحية السياسية وجهان لعملة واحدة. عشان كده في جامعة الدول العربية قطاعات عديدة، القطاع الاقتصادي، قطاع الأمن القومي، القطاع الإعلامي، القطاع الاجتماعي، في قطاعات متعددة. من ضمن القطاعات اللي موجودة اللي هي قطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي في جامعة الدول العربية، فالإدارة العسكرية، قد يعلم المواطن العربي أن هناك إدارة عسكرية في جامعة الدول العربية. نيجي بالنسبة بقى لدوري كمستشار للأمين، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عشان نحقق دورنا في الجامعة لابد أن نعرف ما هي الأمور العسكرية المشتركة اللي في الدول العربية بتشترك فيها. رقم واحد، هناك مناورات تدريبية عسكرية ما بين الدول العربية، يعني مشتركة بالضبط كده، تدريب مشترك. يعني في مناورات تمت ما بين مصر مع الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وهكذا، زي ما دلوقتي مصر ايضا بتعمل مناورات مع الدول الكبرى في العالم، مناورات مع الامريكان، مناورات مع الروس، مناورات مع اسبانيا. والموضوع ده في تدريب مشترك عربي من اجل اكتساب الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكريه اللي موجوده. النقطه الثانيه، هناك كليات عسكريه في الدول العربيه زي الكليه الحربيه المصريه، وفي كليات اخرى في الدول العربيه اللي موجوده، كليه القاده والاركان، اكاديميه ناصر العسكريه، هناك في الدول العربيه ايضا. هناك طلبه، وبرضو الكلام ده يمكن جديد ما حدش يعرفه من الشعب المصري او العربي او بنسبه كبيره، في هناك في دراسات تبادل الخبرات كده بندرس في عند الاشقاء العرب، وهم ايضا بيتواجدوا عندنا في الكليات العسكريه. ده بد ان نعلم هذا الموضوع. الحاجه الثانيه، احنا حصل مثلا في حاجات عسكريه تمت في تحرير الكويت، مصر اشتركت مع الاشقاء العرب في تحرير الكويت، فبالتالي هناك في عمليات عسكريه ايضا بيتم الاشتراك فيها، فلا بد ان يكون هناك تنسيق عام. اما المهم جدا ايضا داخل جامعه الدول العربيه، ماذا تفعل الاداره العسكريه؟ يمكن برضو كل انا بقول ده جديد. الاداره العسكريه بتستضيف ممثلين القوات المسلحه من الدول العربيه كلهم لكي
إعداد دورات تدريبية لرفع المستوى وتوحيد المفاهيم. يعني على سبيل المثال النجس جمال في دراسات خاصة به تمت في داخل أروقة جامعة الدول العربية خاصة بأسلوب مكافحة الإرهاب اللي احنا بنعاني منه عشان كل دولة بتعطي خبراتها عشان كيفية مواجهة الإرهاب. النقطة الثانية حرب المعلومات وحروب الجيل الرابع والخامس أو الأجيال الحديثة، الحرب بالوكالة، حرب معلومات اتعاملت في جامعة الدول العربية أيضا لممثلين القوات المسلحة من الدول العربية، دراسة لأسلوب حرب المعلومات وحاجة كده جديدة علينا يا فندم. صح كده، ما انا حبيت يعني كويس ان انا عشان كده موجودة بصراحة. صحيح كده. الحاجة التانية احنا مثلا بنشوف الحوثيين الانقلاب الحوثي في اليمن يعني يتعرض للمطارات الحدودية والشقيقة المملكة العربية السعودية في الصواريخ البالستية والطيارات الموجهة بدون طيار او الحاجات دي كلها. احنا عملنا في جامعة الدول العربية دراسة لممثلين القوات المسلحة من الدول العربية كلهم عن اسلوب التعامل مع الصواريخ البالستية. عشان كده هذا الدور اللي بيتم عشان يبقى في توحيد المفاهيم في كل حاجة، وبالتالي تواجدي في جامعة الدول العربية عشان يتم يعني عند الاستشارة بأي خبرات وأي موضوعات وأي علم عسكري موجود يتم توحيد المفاهيم لكافة الدول العربية. تمام. طيب سيادة اللواء، في قضية بتشغل بال كل المصريين. نعم يا فندم. وهي قضية وملف سد النهضة. نعم. الشعب المصري يعني منا كثيرا متخوف من موضوع سد النهضة، ونقطة المية بالنسبة لنا هي حياة زي ما نعم بالنسبة جميل. معك. فكنت عايز أعرف حضرتك شايف ملف سد النهضة وصل لحد فين بخبرة حضرتك؟ نعم. وهل جامعة الدول العربية دور في هذا الملف ولا لا؟ أشكر حضرتك على السؤال لأنه مهم جدا جدا، سؤال حيوي، لأن بالنسبة لنا كمصر المياه زي ما قال السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المياه بالنسبة لمصر قضية حياة بل قضية وجود، لأن هو المصدر الرئيسي للحياة في مصر، وعلى ضفافه المصريين منذ ملايين السنين أو آلافات السنين عاشوا على ضفاف على أجناب النيل. صح. في على جانبي النيل، على جانبي النيل كانت هي دي المعيشة. صح كده. صح. فبالتالي النقطة الثانية، الثوابت الرئيسية والتي يتم من خلالها التفاوض لسد النهضة ان احنا رئاسة الجمهورية او السيد رئيس عبد السيسي برضو تحديدا اعلن انه يؤيد التنمية في اي دولة افريقية، ونؤيد التنمية في اثيوبيا، لكن من اذا كان من حقهم تماما التنمية، اذا من حقنا تماما الحفاظ على حصة مصر التاريخية اللي هي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا. تمام. ورغم ان احنا عددنا زاد يعني اثناء الاتفاق كنت هكلم حضرتك. ال 55 مليار يا فندم مش كانت دي موجودة في وقت في زمن معين بعدد ملايين معينة؟ كلام حضرتك صح. طب هل احنا العدد زاد جدا؟ هل بالزبط. مش من الطبيعي ان حصتنا تزيد؟ ده المفروض تزيد. آه. لكن احنا بنقول ان الحد الادنى اللي موجود ان احنا نحافظ عدم المساس بال 55 مليار. حاجة تانية، الاختلافات اللي كانت موجودة ايه يا جمال الزمنة؟ الاختلافات اللي موجودة عشان موضوع سنوات الملء، لان ان بالنسبة لأثيوبيا في المفاوضات اللي تمت، واحنا طبعا وزارة الخارجية وزارة الري بيبذلوا مجهود كبير جدا لأجهزة معنية في مصر، اقصى مجهود بيتم هذا الموضوع بحث هذا الملف، ان هما ما يكونش سنوات قليلة بحيث يأثر على حصة مصر السنوية من النيل، لكن احنا نؤيد ان هما يعملوا السد ويعملوا تنمية كما يشاءوا ويولدوا الكهرباء كما يشاءوا ومن حقهم تماما، اذا الموضوع لا ضرر ولا ضرار. لكن هي المشكلة انهم عايزين سنوات قليلة واحنا عايزين سنوات اكبر ويبنوا سد في كل حاجة. حل هذا الموضوع زي اي نزاع دولي ما بين دول أطراف له دايما ثلاث إجراءات للحل، ثلاث طرق للحل، ومصر مشيت فيهم تماما. النقطة الثانية المهمة جدا اللي عايز أقول إن مصر تأيد دائما الحل السلمي تماما تماما تماما، لا نتكلم على أي إجراءات تانية على التواصل الاجتماعي ولا في الاعلام عن اي اساليب اخرى غير الحل السلمي. صح. لان احنا بنحترم الاشقاء اللي بتنادي بيه مصر على طول. تمام. حتى لما من بدايه الازمه الاشاعات اللي بتنزل، لما نزلت اشاعات الفتره اللي فاتت بنكذب الكلام ده. لا 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 لا، احنا دائما بالحل السلمي، وده مصر
احنا عدنا ورجعنا لافريقيا بكل قوه. عشان كده الحل السلمي في ثلاث. الحل الاولاني او الاسلوب الاولاني هو التفاوض المباشر، ومصر عملت مفاوضات مع سوريا ومع السودان كدولتين، مصاب مصر والسودان مع اثيوبيا كدوله منبع، مفاوضات كثيره جدا جدا جدا، وكان في اطروحات كثيره جدا جدا، وما زلنا حتى الان اطروحات، ولكن لم يستجيب الطرف الاثيوبي حتى الان لهذا الموضوع. الحل الثاني وهو الوساطه الدوليه، ان يبقى في طرف دولي قوي يتواجد. وامريكا من حوالي سنه تحديدا، سنه بالضبط او اكثر، سنه وشهر او شهرين، رعت مفاوضات في امريكا ما بين مصر واثيوبيا، وكان في تقريبا في شهر 2 بنفس التوقيت ده، شهر 2 مصر وقعت على اعلان مبادئ برعايه امريكا، والبنك الدولي كان موجود عشان حل هذا الملف. واثيوبيا وعدت انها ستوقع لاحقا على هذا الاعلان المبادئ اللي كان موجود، وللاسف لم توقع، ما التزمتش بالتوقع رغم ان الرعايه الامريكيه. اذا ده الاسلوب الثاني الوساطه. المفروض في اسلوب الثالث اللي هو يسمى التحكيم الدولي، زي ما حصل عندنا قبل كده في قضيه طابا. لكن التحكيم الدولي بيشترط حاجتين، ان موافقه الطرفي النزاع على الاحاله للمحكمة الدولية الاثنين على رأي المحكم، ولا ويرانك ويقبلوا الحكم اللي موجود. وحتى الآن احنا لم يعني اثيوبيا صعب توافق، لا يعني حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع. ومتروك قد يكون مستقبلا. ولكن انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ما زال الاتحاد الافريقي حاليا بيرعى مفاوضات ما بين مصر وما بين اثيوبيا وما بين السودان عشان هذا الملف. واعتقد ان القياده السياسيه المصريه الموضوع ده في تصميم على حقوقنا باي شكل، يعني احنا لن نفرط في حقوقنا باي شكل، مع احترام التنميه برضه لاثيوبيا، نفس المبدا ده ما زال موجود. الدليل ان احنا لحد الان بنطمن الشعب المصري ان لن يتم تفريط في حقوق مصر التاريخيه. كان دايما السيد الرئيس ياكد على دي، يعني ما تقلقوش من النقطه دي بالذات، بدليل حاجه عمليه جدا جدا. الموضوع بقى له حوالي يمكن من 2011 هم بيعلنوا سد النهضه. ومع ذلك الحمد لله ان ما زال بتصلنا مياه في النيل، واحنا شايفينها بنفس، ما زال المستوى لم ينخفض ولم يتاثر الزراعه حتى الان. واحنا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله نوصل، وبنطمن الشعب ان القياده السياسيه لن تدخر اي جهد في هذا الموضوع. تمام. وباذن الله في حلول قادمه ان شاء الله. بإذن الله. طب عايزين نعرف راي حضرتك في الدراما المصريه ان هي بقت تسلط الضوء على الشخصيات العسكريه، طبعا زي ما احنا كلنا عارفين مسلسل الاختيار في رمضان اللي فات، ولو جزء تاني كمان. نعم. باذن الله رمضان في رمضان اللي جاي ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ده سؤال يمكن معنوي له معاني كبيره جدا جدا. موضوع الناحيه العسكريه المصريه، السبب انه بأثر ليه في الشارع المصري، هو ليه بأثر الموضوع ده؟ لان العسكريه المصريه عسكريه وطنيه. لان الضابط وضابط الصف والجندي من كل بيت مصري، ما فيش بيت او عائله مصريه لا يوجد لها احد في الجيش. هي ليست مرتزقه مثل المرتزقه اللي جم في ارض ليبيا او في اي مصر او في اي دوله عربيه اخرى من الارهابيين. ليس جيش مشترى بالفلوس، هو جيش مصري وطني قوي بيأدي الواجب العالم. بيأدي واجبه ده من منذ فجر التاريخ، من ايام احمس وقارة الفراعنة، وهو جيش وطني لا يوجد فيه مرتزقة تماما. ده السبب الرئيسي. النقطة الثانية، لما كانت اهداف ثورة 52 العظيمة اللي كان اهدافها الستة، كان احد الاهداف الستة للثورة 52 إقامة جيش وطني قوي. عشان كده احنا شفنا عندنا جيش مصري قوي جدا جدا مازال، وكل سنة بيتم تحديثه وتطويره على أعلى مستوى من التسليح العسكري في العالم المتطور. علاوة ان احنا نمتلك حاليا قلعات عسكرية، تصنيع عسكري موجودة مثل الهيئة العربية للتصنيع اللي كانت معنية بالصناعة العسكرية. عندنا وزارة كاملة اسمها وزارة الإنتاج الحربي. عشان كده الحب الشعب المصري الناحية العسكرية كبير جدا. الحاجة الثانية ان الجيش المصري
خاض حروب العزة والكرامة التي كان يتم الهدف منها استهداف مصر في خاصة في السنوات الخمسين ستين سنة الأخرانيين في حرب 48 وكانت دي من أجل فلسطين، حرب 56 أيضا اللي كانت فلسطين، حرب 67 أيضا عشان الأرض العربية وأرض فلسطين، وحرب 73 كانت من والاستنزاف كانت قبلهم من أجل استرداد الأرض المحتلة في سيناء، وكان الأشقاء في سوريا عشان الجولان. طبعا كان تم احتلال أيضا الضفة والغربية فلسطين، كل ده كان تم في حرب 67. عشان كده الجيش المصري قدم شهداء، أصبح ارتباط الشعب المصري بالشهداء والمصابين اللي موجودين ارتباطهم بالجيش، عشان كده الجيش له مكانة. البعض برضو قد يسأل البعض، وممكن انكم تسألوني تقولوا مثلا البعض بيقول ان الترتيب الجيش المصري كان كام وبقى كام، الكلام ده كان السؤال الجاي والله انا تصور كده كان السؤال الجاي. طب كويس، احنا برضو وفرنا السؤال واحنا نجاوب عليه بالمرة. يعني انا عايز اقول حاجة، يجب ان لا نعير انتباه لعملية الترتيب حتى لو قالوا لنا انتوا الخامس ولا الرابع ولا السابع ولا الثامن ولا الخمستاشر، لان بعض من يصدر هذه التصنيفات احيانا يعني غير مأمونين تماما لهم اهداف بعيرة المدى. يطمع الشعب المصري يقول انك انت الخامس عشان يجي مرة من المرات يقول له ان انت الخمستاشر، يوم ممكن الشعب المصري يقول لك واحنا رجعنا ليه ورا كده. إذن لكن احنا لينا على الواقع الارض، الجيش المصري من اقوى جيوش المنطقة، بل اقوى جيوش المنطقة، وهو الجيش رقم واحد في الشرق الاوسط والمنطقة اللي احنا بنعيش فيها. قولا واحدا العالم كله يعلم هذا الموضوع. هل الجيش المصري يصنف طبقا لعدد التسليح؟ عندنا كم طيارة في القوات الجوية، عندنا كم قطعة بحرية واسطول بحري، حاملات طائرات، وعندنا دفاع جوي، وعندنا قوات برية متطورة جدا في التسليح؟ لا، هذا بالنسبة للي عايز يحصر الأعداد ممكن دولة تشتري أو ما تشتريش، فالأعداد ممكن تطلع أو ممكن تقل. مش هو المقياس يا فندم، يعني مش هو المقياس الوحيد يا جمال. احنا عندنا بقى لما بنقيم جيش نقيمه بالأعمال العسكرية العظيمة التي ياخدها. احنا عندنا الجيش مدرب اللي هي الكفاءة الفنية في القدرة على إدارة عمليات عسكرية ناجحة ينجح فيها. عشان كده احنا لما بنشوف الجيش المصري، الإرهاب اللي تم على سبيل المثال وليس الحصر، هقول بس نقيمه ازاي عشان نعرف كفاءته العسكرية. في 73 العالم يدرس حرب اكتوبر 73 لقضاء الجيش المصري في كل ده الكلام ده مش بنقول مبالغة، احنا لما نطلع بره بقولوا لنا ادي المنهج العسكري في الكليات العسكرية من حرب 73. طب نيجي حرب الإرهاب اللي موجودة، لما حصل الإرهاب اللي موجود في المنطقة العربية بتاعتنا، تعرضت العراق الشقيق وما زالت تتعرض، وفي سوريا الشقيق وما زال يتعرض، تمكنوا في مرحلة سابقة الإرهاب انها تحتل نص أرض العراق الشقيق، نص الأرض بالكامل، أرضه كبيرة جدا جدا طبعا. احتلوا مدن ومحافظات كاملة كانت تحت سيطرة الإرهاب. في أرض سوريا أيضا تلتين الأرض كانت تحت يد الإرهاب، لكن الحمد لله العراق الشقيق تمكن من قضاء على الأراضي أو الأراضي اللي يستولى عليها الإرهاب تماما بفضل ربنا وجهودهم العظيمة جدا، تحت سيطرة الجيش العراقي دلوقتي تمام. سوريا أيضا كانت تلتين الأراضي دلوقتي بقت في محافظة شمال غرب ليبيا سوريا قصدي فقط موجود فيه اللي موجود فيها الإرهاب دلوقتي اللي هي محافظة إدلب. لكن احنا في مصر نموت كجيش واحد ورا التاني ورا التالت، قائد ورا ضابط ورا ضابط سفر وجندي، ولم يتمكن ولن يتمكن مستقبلا حتى الآن، ولن يستطيع مستقبلا أن يتم الاستيلاء على مبنى كمين واحد يستولى عليه. لماذا؟ حتى يرفعوا راية الإرهاب الأسود عليه ويقولوا إن احنا أقمنا ولاية للإرهاب في سيناء. موقعة البرسا يا فندم دي كان أبسط دليل، يعني طبعا ما حدش قدر، ما كانوا عايزين يعملوا كده، يعني هم يمثلوا بجيشنا ويرفعوا العلم بتاعهم بالضبط، يدروش لكن هم لن يستطيعوا، عايزين يستولوا على الشيخ زويد لن يستطيع ولن يستطيع، عايزين يستولوا على مبنى في رفح أو مدينة رفح ولن يستطيع، أي قرية في سيناء أو أي تجمع هم يسعوا. عشان كده الجيش المصري ومع الشرطة المدنية في أرض مصر لن يمكنوا الجماعات الإرهابية
هكذا نقيم رجال العسكرية المصرية. تمام. طيب سيادة اللواء، في سؤال بقى يعني ايه عايزين نسأله حضرتك، علاقة مصر بأمريكا في الفترة الحالية، وخاصة بعد تواجد بايدن في الحكم وخروج ترامب من المشهد تماما، هل علاقة مصر بأمريكا هيبقى فيها اختلافات ولا هتبقى ماشية بالمنظور آخر؟ طيب أنا بشكر حضرتك على السؤال برضه، عشان لأن أنا كنت أنا متابع الانتخابات الأمريكية قبل ما تتم، وأنا كنت متوقع التغيير ده أنا شخصيا، رغم أن بعض الناس تنبأت بوجود بايدن. أنا ليه تنبأت بالموضوع ده؟ مش عشان أن أنا ببص أن بايدن أحسن ولا ترامب أحسن، لأننا على يقين أن الإدارة الأمريكية بالكامل والشعب الأمريكي بيختار الاختيارات الرئيس طبقا لمصالحه هو أولا وأخيرا، مش بحساباتنا احنا كعرب أو أفارقة أو أي دولة في العالم. المنظومة الأمريكية تعلم كيف تأتي بالرئيس المناسب لمصالحهم هم، مش مصالح الدول الأخرى. صح. الإعلام الأمريكي، المجالس النيابية الأمريكية، الشعب الأمريكي، اللوبيات اللي موجودة هناك، كل دول مع بعضهم يعلموا كيفياته بالرئيس المناسب، ليس بعواطفنا حكنا كشعوب عربية أو أفريقية أو أخرى. هم ياتوا باللي هم عايزينه هم. يعني هم من وجهة نظرهم يا فندم شايفين أن بايدن هو رجل المرحلة؟ بالتأكيد. ما هو ده إيه؟ مش إحنا دائما بيقول يجب أن هم يحترموا الانتخابات عندنا؟ إذن إحنا برضو يجب أن إحنا نحترم الانتخابات عندهم كيفيات، رغم أن خرجت بعد فوز بايدن، خرج بعد المظاهرات طبعا أقول لحضرتك احتجاجا على فوز بايدن. أنا ساعتها قلت مش هيحصل، هو خلاص انتهى الموضوع. الشعب الأمريكي قال كلمته واختار الرئيس اللي مناسب. قد يكون إحنا بالنسبة لنا، مش أنا بقول إحنا، لا أو أي دولة في العالم بالنسبة لها بتحسب حسابات معينة، ده ضدنا وكان ده كله. وأنا عايز أقول في إجابة هذا السؤال أيضا الآتي، مصر سياستها ثابتة مع أي رئاسة أمريكية. تاني، مصر رئاستها أو قيادتها أو أسلوب تعاملها مع الإدارات الأمريكية فيها شفافية وفيها مصداقية مع أي إدارة أمريكية، أيا كان المسمى، ديمقراطي أو جمهوري، أيا كان الموضوع. إحنا إجراءات مصر بنعملها طبقا لمصالحنا المشتركة اللي موجودة وطبقا لمصالح الشعب المصري. عشان كده سياستنا دايما ثابتة، بنحترم الآخرين في اختياراتهم. لكن كل يعني عايز أقول حاجة، الإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية بالنسبة لهم الخطوط الرئيسية أو التكتيكات أو الأساليب، التكتيكات الصغيرة قد يختلفوا فيها، ولكن الغايات الأمريكية في المصالح واحدة. تماما لا اختلاف، لا اختلاف الجمهوري على الديمقراطي. الأساليب قد تختلف لكن الغايات واحدة. نحن صح. أيضا لما بنتعامل غايتنا واحدة، الغاية القومية المصرية في مصالح مصر هي واحدة. نتعامل مع أي إدارة من الإطار التوازن والشراكة والتعاون، ولكن إحنا ما بنقولش إن ده وهنختلف مع ده، إحنا بنتعامل بالسياسة الثابتة التي تتوافق مع الخطوات التي يخطوها معنا، فبالتالي نتوافق عليها. تمام. لكن المصالح هم براعوا مصالحهم، لكن نحن أيضا نراعي مصالحنا. طيب سيادة اللواء، فاصل سريع كده ونرجع لحضرتك أعزائي المشاهدين. فضل. فاصل سريع ونرجع لكم، منتظرينكم. رجعنا لكم مرة تانية مع سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة. منورنا يا فندم. منورك يا فندم. معنا بس بعض الصور عايزين تعليق حضرتك معانا. ماشي. الصورة على السكرين بعد إذنك عشان سيادة اللواء بس يشوف. أي الشاشة. أي فندم. أول صورة.
يعني دي من اعز الصور يمكن اللي انا بحبها دي، وانا ماشي في شوارع الوادي الجديد الحبيب لقلبي هذه المحافظه العظيمه. اعتقد الاطفال بتوع الوادي وهم كلهم بيحاولوا يسلموا عليا، فده كان انا علاقه حب ما بين اهلها، وانا بوجه لهم التحيه كلهم من اول باريس لحد الفرافره لكل محافظات وكل مدن الوادي الجديد بقراها وكل حاجه، وتحيه لابنائي اللي موجودين، واعتقد دلوقتي دول في الكليات دلوقتي يعني ربنا يديك الصحه. نعم. الصوره اللي بعدها والله دي صوره احد اللقاءات العسكريه، ودي لما كان بقى دايما في مؤتمرات مع سعادة القائد العام وزير الدفاع، فكان بيبقى طبعا بيطلب بقى اي حد ليه تعليقات اي حاجه، فانا كنت دايما يعني بطلع اتكلم يعني صوره ذكريات جميله الحقيقه يعني. والله طبعا. يعني ده فخرنا وحبيبنا جميعا كمصريين والدول العربيه كلها الحقيقه، وكل الناس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني احنا بندعمه واقفين يعني واقفين كلنا معاه من اجل مصر الحبيبه الحقيقه جدا جدا في خطوات التنمويه والاستقرار والامن اللي احنا بنعيشه. وانا اتشرف واسعد انا ودفعتي كلها ان احنا يعني دفعه سيادته والدفعه 69، وبنعتز بدفعنا اللي هي اقدم مننا اللي علمونا والدفعه اللي هم تحتينا، فدي صوره انا بعتز بيها جدا 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 مع سيادته، وربنا يوفقه ان شاء الله يا رب يا رب. الصوره اللي بعدها والله الصوره دي من الذكريات الجميله جدا جدا، وانا لما كنت مدير كليه القاده والاركان كان احد الدارسين عندي، وانا افخر بهذا الموضوع يعني، انا بسلم على الشهيد العظيم جدا جدا الشهيد احمد بنسي عندما كان برتبه رائد بيدرس عندي في كليه القاده والاركان، وكان متميز، وده كان في طابور الصباح طابور التربيه الرياضيه اللي بنبتدي دايما في كليه القاده والاركان، فانا كنت بكرمه لانه كان من احد المتميزين في الدراسه، فهذه صورة يعني أعتقد أنها تاريخية لأنه راجل عظيم، أنا يعني ربنا يعني ربنا يرحم كل شهداء يتقبله مع الشهداء والنبيين والصديقين يا رب. الحقيقة أنا طول عمري أنا يعني بحب الرياضة جدا جدا، ويعني بعشق الرياضة، وأنا بالنسبة لي الرياضة زي الأكل والشرب تماما بل لا تقل. دي كانت في زيارة في أكتوبر أعتقد 2019 إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة الحبيبة، كانت دعوة من الصديق المهندس أحمد أبو عجلة رئيس نادي المصريين في دبي، كانت عشان احتفالات باحتفالات أكتوبر كانت في شهر 10 تحديدا، وكان هم عرفوا أن أنا بلعب كورة فحضروا لي اللبس وحضروا لي كل حاجة، فلعبت معهم ماتش كوره في النادي المصري. سجلت هدف يا فندم في الماتش ده؟ انا كنت الهداف بتاع وخدت الكاس فعلا في نهايه ال طيب الصوره الثانيه. طبعا احد اللقاءات دي كان في كليه القاده والاركان بجوار السيد الرئيس. سياده الرئيس لما كان وزير دفاع احد الزيارات اهتمامه بتفقد القوات المسلحه، وكان من ضمنها زيارته وتشريفه لكليه القاده والاركان، والتقى مع أعضاء التدريس والدارسين من مصر وكل الدول العربية والأفريقية والأوروبية اللي كانوا دارسين، فكان هذا اللقاء كان عظيم جدا جدا يعني الحقيقة. الصورة دي أيضا في الأرض الحبيبة اللي أنا بحبها جدا، أرض محافظة الوادي الجديد، وأعتقد هذه الزراعة كانت في مية تحت رجلي وأنا ماشي، كان أحد المواطنين كان عايز يدلني على مشكله معينه. فانا صممت، بعض الناس كان يقول يا سياده المحافظ في طين تحتك وفي ميه، انا صممت ان انا امشي عشان اشوف المشكله بنفسي، لان انا ما كنتش احب اسمع فقط بالزبط. كنت زياره ميدانيه كانت موجوده، تحيه لكل اهل الوادي الجديد. لحد دلوقتي يا فندم اسم حضرتك في الوادي الجديد بيذكر بكل خير يعني صراحه، حضرتك دي علاقه حب موجوده لن تنقطع حتى من ساعه ما اعلنا ان حضرتك موجود معانا، فبتوع الوادي الجديد كلهم يعني انهالوا علينا باتصالات. نعم بصراحه نعم يعني انا اشيدوا بضيف الحلقه بصراحه، وانا بحبهم جدا جدا، وربنا وفق سياده المحافظ اللي موجود زميلي وحبيبي سياده المحافظ زملوط اللي موجود محمد سلمان الزملوط. دي صوره مع وزير دفاع نيجيريا، وكنت بمثل معالي الامين العام في جامعه الدول العربيه في مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء، وده كان موجود في نيجيريا،
وانا كنت في هذا المؤتمر مع السيد وزير دفاع نيجيريا. اخر صوره طبعا الصوره دي وانا كنت رتبه ملازم اول ما اتخرجت. طبعا الناس ممكن يقولوا الموضوع راح مع الزمن يعني. لسه شباب يا فندم. ربنا يدي حضرتك. دي كانت اخر صوره وكنا بنستعرض بعض الصور مع حضرتك. سؤال بيشغل بال برضو كثير من المصريين. نعم. العلاقات المصريه الليبيه. نعم. وخاصة ان ليبيا بتحدنا من الغرب. صحيح. وبيننا وبينها حدود. صحيح. وكان في مشاكل كتير على الحدود بيننا وبينها، وكانت دي يعني بؤرة الناس بتبقى قلقانة منها جدا عشان ما يتسللش اي حد من الحدود الليبية. نعم. لمصر. وكان بالقرب يعني منذ ايام بسيطة كان رئيس الحكومة الليبية موجود هنا، كان في استقباله السيد الجديدة. الجديدة. الحكومة الليبية الجديدة. الجديدة. فكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. وحتى الطيران كان توقف دام لسبع سنوات والسفارة سيعاد فتحها المصري في طرابلس. أنا عايز أقول لحضرتك أنه قايم بقى الوضع المصري الليبي. نعم. كله نعم. أولاً هقول لحضرتك حاجة، إحنا تربطنا بالأشقاء في ليبيا علاقات تاريخية قديمة جداً جداً. ليست علاقة جار فقط، ده أنا عايز أقول إيه، هناك علاقات نسب وصهر مع الأشقاء في ليبيا، ولا أحد يستطيع أن يزايد على هذه العلاقة تماما تماما. نحن مرتبطين قلبا وقالبا مع الأشقاء في ليبيا والأشقاء في السودان والأشقاء في كل الدول العربية حتى لو بعيد عننا. هذه مصر مش شرط يبقى لها حدود معنا. بالضبط. فمصر العظيمة هذه سياستها ثابتة مع الدول العربية الأشقاء في أي مكان في المشرق أو المغرب العربي، حتى الأشقاء في الأصدقاء في باقي الدول الأفريقية اللي احنا امتدادنا أساسا كمصر أفريقي. فموضوع ليبيا ده موضوع كبير جدا جدا. النقطة الثانية، لم تحدث بالفعل مشاكل على مستوى كبير جدا مع الأشقاء في ليبيا في حاجة، بل لم تحدث مشاكل، حتى المشاكل الحدودية كانت تصل إلى الحاجات الفردية أو زي ما حضرتك ذكرت جمال بدقة، هو تسلل البعض اللي موجود ممكن يتسلل، ولكن على نطاق واسع لم يحدث مواجهات ما بيننا وبين الأشقاء في ليبيا سواء في الجيش الليبي أو كذا الموضوع ده خالص، بل علاقات طيبة جدا جدا. لكن هو الموضوع إيه بدقة، يعني عندما تم التدخل من خارج الإطار العربي والإطار الجيرة اللي موجودة العربية دول الجوار الليبي، وهناك تدخل تركي مع وصول مرتزقة من سوريا من الإرهاب الإرهابيين اللي موجودين في سوريا مرتزقة مشتراه، يعني هذا الموضوع يعتاد يؤثر على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري. ده مهم جدا جدا. فبالتالي الجماعات الإرهابية، عايز أقول لكم برضو إحنا يا جمال دائما زمنا البعض الإعلام الخارجي دائما يتكلم عن الإرهاب هو داعش، لكن لا، هذه مقولة لا هدف معين، بيقولوا هدف معين أن الجماعات الأخرى ليست إرهابية. يبقى دي معارضة يجب أن تتفاوضوا معها، رغم أن الجماعات الإرهابية بتحمل السلاح. صح. هي نفس الموضوع. إذن أيا كان الجماعات يتخذوا نفس نهج داعش بس لا، ولكن ليست داعش، فهم عشان يقولون لا ده دول مش داعش، دول جماعات معارضة تفاوضوا معاهم. ودي حتة مهمة جدا لازم الناس تعرفهم. عشان كده كل من يحمل السلاح ضد شعبه أو أجهزته المعنية في أي دولة عربية هي جماعة إرهابية. عشان كده مصر بتحافظ على الأمن القومي والأمن القومي للأشقاء اللي موجودين جنب ده كله. عشان كده إحنا ضد التواجد. لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن خط سبط الجفرة وخط أحمر، كان الهدف منه إن هي للسلم، وقد كان فعلا بدليل لما أعلن هذا الموضوع. طبعا خط سبط الجفرة ده مش على الحدود المصرية، ده في وسط ليبيا، ولكن احنا لن ننتظر ان كان قوات المرتزقة او الجماعات الارهابية تتحرك في اتجاه الحدود الشرقية. ده مهم جدا سعاد. لكن احنا كنا سعداء جدا جدا وما زلنا حاليا سعداء على المستوى العربي والمستوى المصري عندما توافق الاشقاء في ليبيا على الحكومة الجديدة اللي موجودة، واعتقد ان الاجراءات التي تسير في هذا الاتجاه السلمي التوافقي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. واعتقد كان في خلال النهاردة او امس كان في
مسؤول أمم المتحدة بيلتقي مع المشير خليفة حفتر اللي هو قائد الجيش الوطني الليبي، السيد عقيل سيادة المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب التقى مع رئيس الحكومة الجديدة. فإذا هناك في تقدم كبير جدا في الملف الليبي، وهذا يسعدنا. نقدر نقول الأجواء في ليبيا أصبحت أكثر هدوءا تماما وماشية في الطريق اللي كويس. هو كويس جدا كويس جدا, جداً. ونتمنى أن يستمر هذا التوافق، مش بس لأنه في جماعات أو في إجراءات قد تكون خارجية ستسعى لإفشال هذا طبعاً الموضوع طبعاً. فهناك تحديات يواجهها الشعب الليبي، أن هناك من يريد أن يفشل هذا الموضوع حتى يستمر الإرهاب. وأنا أقول الإرهاب ليه يستمر، مطلوب يستمر، بعض الكيانات الدولية تريد أن يستمر الإرهاب، لأن معنى الإرهاب يستمر يعني مبيعات السلاح تستمر للدول التي تصنع ولا يعتبر توريد السلاح ومصدر قوي مصدر دخل قوي. اذا لو توقف الإرهاب يبقى هادي الموضوع. اذا احنا لابد ان هناك ارادات شعبيه ليبيه من الاشقاء في ليبيا ان هم يحافظوا على هذا الاتفاق ويصلوا للتوافق الكام حتى ترجع ليبيا على اعلى مستوى، اعلى مما كانت، وده حقهم ان يبقى في تنميه، لأن معنى الإرهاب موجود يؤثر على معدلات التنمية. عشان كده إحنا سعداء جدا كمصر بالخطوات ما يتم في الدولة الشقيقة جدا ليبيا. حضرتك مؤخرا كنت في مؤتمر بتشاد، مؤتمر قمة دول الساحل الخمس. نعم. عايزين نعرف التوصيات اللي طلعت من المؤتمر. موضوع تشاد ده طبعا هناك خمس دول، دول الساحل الأفريقي الغربي اللي هي اعتقد موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والكونغو، يعني مجموعة خمس دول اللي هما يعتبر دول الساحل الخمس. عملوا تكتل. ليه عملوا التكتل من الأساس؟ عشان يبقى دي المعلومة الأهم الموضوع ده. خطر الإرهاب هو خطر شامل، فلا بد أن يتم مواجهته بالقوة الشاملة بالإمكانيات الشاملة لأكثر من دولة. لأن مثلا الإرهاب هناك وبوكو حرام عامل مشاكل كبيرة جدا جدا في غرب أفريقيا وفي وسط أفريقيا والساحل الأفريقي، مشاكل كبيرة. الإرهاب دائما ضد معدلات التنمية في أي دولة. أكيد. ليه؟ لأن مخصصات الدولة المفروض توجه للتنمية جزء منها بيتاخد لصالح التسليح والتطوير ومجابل بيحاربوا بيها وبحاربة هذا الموضوع. عشان كده هذه الدول عملت هذا التكتل اللي موجود. وكان المؤتمر، حضرت المؤتمر السابق اللي هو القمه السادسه اللي كده كنت ممثل في القمه السادسه برضه نفس الموضوع. طيب. السنه دي القمه السابعه عشان الحضور جامعه الدول العربيه بما يحدث في هذا التجمع، جاز استفاده من خبراتنا، وفي بعض الناس عملنا لقاءات للاستفاده من خبراتنا في هذا الموضوع، لان مصر عندها خبرات والدول العربيه عانت وما زالت بعضها يعاني اكيد. المهم جدا ان قرارات المؤتمر بتنصب حوالين ايه؟ ان المواجهه الارهابيه المواجهه الشامله زي ما احنا في مصر بنعمل. المواجهه الشامله يعني ايه؟ رقم واحد شموليه الدول، امكانيات خمس دول. طب رقم اثنين ان الاليه الاقتصاديه، لان الارهاب احد الياته هي اليه التنميه الشامله. صحيح. زي ما بيتم عندنا في مصر ان لما بنعمل مشروعات قوميه ما نبصش للناتج القومي بس، لكن بص ان في جزء كبير جدا جدا من المواطنين اللي رجعوا من العراق واللي رجع من ليبيا كان هيبقى بطاله وهي تبقى القنبله يستفيدوا من هذه المشاريع، هتبقى قنبله. كان المشروع كان الارهاب ممكن يستقطبهم لو ما فيش مشروعات. صح. لكن صح. لما عملت هذا هدف مهم جدا جدا. عشان كده الناحيه الاقتصاديه بتضمن توفير الاحتياجات الاساسيه او الحد الادنى للمواطن حتى لا تقوم الجماعات الإرهابية باستقطاب ينضم إليها تحت بند الحاجة والعوز. عشان كده الآلية الاقتصادية، اتفقوا هذه الدول على الآلية الاقتصادية، موضوع التنمية والمخصصات المالية. النقطة الثانية هي الآلية العسكرية، إن هم عملوا قوة لدول التجمع، قوة عسكرية عشان يتم استخدامها ضد الجماعات اللي في البؤر الموجودة فيها، خاصة في منطقة بحيرة تشاد اللي هو منتشر في نطاقها، عشان يتم وجود الإرهاب. عشان كده دي الآلية العسكرية. الآلية الثقافية اتفقوا أيضا على اللي هي توحيد الفكر والجهزة الإعلامية المختلفة عشان يقولوا أن الإرهاب أسبابه إيه،
مين اللي بينضم اليه. موضوع التوعيه الشامله، عشان كده دايما اقول برضو ان احنا كلنا يجب في هذه المرحله في مصر وغير مصر ان نتجرع كلمه ثقافه. لسه برضه السؤال صح ده سؤال برضه متابعين حضرتك دايما تتكلم يعني تركز على نقطه الثقافه بالظبط، خاصه مصطلح التجرع الثقافه ده. التجرع الثقافه كلنا نتكلم في الاعلام نتكلم ثقافه، في اجهزه القصور الثقافه نتكلم ثقافه، العلم وزاره التعليم، وزاره التعليم العالي، اجهزه الدوله حتى الحكوميه مش اللي هي المعنيه بالثقافه، كل وزارات الدوله يجب انها تتكلم ثقافه. ازاي احنا بنشوف القوات المسلحه المصريه العظيمه رغم ان هي قايمه بدور امني وتنموي لكن بتعمل النضات والتثقيفيه لرجالها عشان اللي يمسك السلاح يبقى مقتنع هو بيعمل ايه، لان هو خد جرعه ثقافيه في الندوات الثقافيه. عشان كده بقول حتى وزاره الزراعه تعمل ندوات ثقافيه، كل الوزارات تعمل، عندها قاعات موجوده وعندها كوادرها، مش الناحيه الانتاجيه فقط لكن موضوع التثقيف التوعوي، عشان كل واحد لما بنرتقي بالثقافه هنواجه الارهاب الفكري، هنواجه الفكر أكيد. ارتقاء بالفكر بتاعنا ده الجزئيه اللي هي الاليه الثقافيه. طيب سياده اللواء خرج من مصر في الاونه الاخيره بعد بيقولوا قالوا عليهم اعلاميين او مقدمين او وات ايفر يعني، نعم، بيهاجموا مصر على طول الخط، نعم، مقابل حفنة من المال، نعم. عايزك توجه لهم رسالة الناس دي. طبعا يوجهوا رسالة، هم طبعا هم خلاص وقعوا في بئر الخيانة، قد يكون الرسالة دي لن تصلح معاهم أساسا دلوقتي، لكن أنا بقول لهم أنتوا خنتوا بلدكم، خنتوا بلدكم تماما تماما، وعندكم عزة بالاسم تماما، لأنكم بتقولوا أن مصر فيهاش حاجة رغم أن العالم كله بنسبة 100% الدول الكبرى قبل الدول الصغيرة ترى ما يحدث في مصر وتقول يا ريت نعمل عندنا. اقتصاد العالم توقف في الإرهاب واقتصاد العالم توقف في كورونا، لكن الاقتصاد المصري تم بناؤه في عصر الإرهاب أكتر من زمن السلم اللي كنا موجود عندنا. صح. فبنينا مصر، بنينا مدينة عاصمة جديدة، 15 عاصمة محافظات، 7000 كيلومتر طرق، السكة الحديد كلها بتتغير، سوق زراعية، مزارع، الاسكان الاجتماعي، المشروع الصحي اللي موجود اللي كنا دايما بنقول ان 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 ان, إن الكبد المصري مصاب، اتعملت مبادره اللي فيروس الكبد المصري، ثم الصحه الانجابيه للمراه والسمنه والامراض السكر، كم ده كله ما كانش بيحصل، كان عناوين في الاخبار فقط. فانتوا مش شايفين مصر اللي بيحصل فيها، وما زلتوا تكبروا وعندكم عزه بالاسم، لكن انتوا وقعتوا في الخيانه. لكن انا بقول لاولادنا وابنائنا المصريين اللي هم الحمد لله المرابطين في ارض الوطن، اعلاميين وغير اعلاميين، الشعب المصري كله، انتم تروا خطوات التنميه الشامله. نعم هناك في اعباء، بدقه عشان ما حدش يقول ان احنا بنبالغ، في اعباء معيشيه على بعض الفئات، لكن احنا في يوم من الايام مصر بتتبني. فرصة العمل اللي كان بيشتغل اللي كان ما بيشتغلش والعمل فرصة عمل في المشروعات، هي مش دي للمواطن اللي يقول ان احنا نبني البشر مش الحجر؟ توفير فرصة عمل مش للبشر، اكيد طبعا. الصحة لما بتتظبط مش للبشر، الاسكان الاجتماعي مش للبشر، الطريق اللي بنتحرك عليه مش للبشر، الندوات التثقيفية مش بناء الفكر للبشر. اذا احنا بنبني البشر وبنبني الحجر، لان كلاهما يمثل الشعب المصري وما يملكه. تمام. عايزين نعرف من حضرتك اخر التطورات في القضيه الفلسطينيه ودور جامعه الدول العربيه في الموضوع. القضيه الفلسطينيه طبعا هي اساس مشكله الشرق الاوسط. حروب مصر اللي العرب ابتدوها مع اسرائيل هي اساسها القضيه الفلسطينيه. عندما تدخل الجيش المصري وبعض الجيوش العربيه في حرب 48 كانت من اجل القضيه الفلسطينيه. عشان الناس تبقى عارفه هذا الموضوع. و56 طول ما كان في جيش مصري وجيش عربي موجود في الجيوش العربيه، كان مطلوب ان الجيوش العربيه تتم هزيمتها حتى لا تفكر في استرداد الارض الفلسطينيه، لان الناس مش فاهمه كده. يعني 56 بيضربونا عشان ما نساعدش نفكر نعمل قضيه فلسطينيه. 67 نفس الموضوع سواء سوريا او فلسطين. وبالتالي الموضوع ده
اساس مشكله الشرق الاوسط هي القضيه الفلسطينيه. فلسطين اللي جامعه الدول العربيه عم تلاقي بالمناسبه عشان الناس تبقى عارفه. فلسطين قبل ان يتم استقلالها رغم ان كان السبعه دول فقط هم اللي انضموا لجامعه الدول العربيه موقعين على الميثاق، اتعمل في ميثاق جامعه الدول العربيه ملحق خاص بفلسطين عشان القضيه الفلسطينيه. وقابلنا بعد كده تبقى لها عضو في جامعه الدول العربيه وهي لم تكن حتى الان تم استقلالها تماما. النقطه الثانيه بقت في اداره في فلسطين خاصه بفلسطين في جامعه الدول العربيه. خدت بال حضرتك؟ فبالتالي الموضوع ده مهم جدا. احنا بقى الموضوع انا عايز اقول عشان برضو حتى لا انسى يبقى الموضوع افاده كامله واحنا قاعدين معاكم النهارده. انا الرساله بقولها مش للاشقاء الفلسطينيين والليبيين واللي في اليمن اي ولا في سوريا ولا في العراق ولا في مصر اي دوله من الدول. لن يتم حل مشكله شعب الا برجال او مواطنين الشعب بنسبة 100%. بالظبط طبعا. قد يصدر المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى والدول الصغرى تصدر قرارات لصالح قضية شعب معين، لكن ما حك جلدك مثل زفرة. مثل زفرة. يبقى لابد أن يتم الحلول عندما توافق الشعب الليبي حصل الاتفاق اللي موجود. وعندما يتم التوافق الأشقاء الفلسطينيين على حلول ومصر على الالتحام اللحمة. واعتقد ان احنا مصر دلوقتي بتستضيف الفصائل الفلسطينية 13 فصيل على الوصول الى حل واحد. مصر لم تألو جهد في هذا الموضوع. فاعتقد باذن الله نتمنى ان يصرح حتى يقوى القرار الفلسطيني يكون قوي وتحقيق املهم المطلوب باذن الله. يا فندم شكرا جزيلا سيادة اللواء اركان حرب محمود خليفة. شكرا لحضرتك على الحلقة الجميلة دي. شكرا لحضرتك نورتنا. نتمنى ان الوقت يطول بس اكيد هيبقى لنا وعد من حضرتك يبقى لنا حلقات اخرى في برامج اخرى ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك استاذ جمال وبشكر الزملاء وبشكر القناه وان شاء الله باذن الله يعني معاكم مره ثانيه. كانت وجبه دسمه جدا. شاكرين جدا جدا. شكرا اعزائي المشاهدين ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده. استنونا في ضيف جديد السبت القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.